إلى شأن رياضي، حيث أكد اللاعب السابق حسين عبد الواحد في تصريح لبرنامج حديث الملاعب أن تواجد اللاعب الدولي علاء عبد الزهرة في المنتخب مهم وضروري بعد حصوله على لقب الهداف في الدوري المحلي. كابتن اللاعب مني مثل ما تفضل هو من تجيه هيك ألقاب ما جت اعتباطا، كده جت الناس ذو اختصاص، ناس مهنيين، الشارع الرياضي هيك يقول، هسه اهدافه هيك تقول، صناعته للاهداف هيك تقول، واحنا وين؟ احنا عراقيين بالدوري العراقي، المنتخب مثل المنتخب العراقي. انا عندي هيك لاعب يعني واستفاد من عنده، والواقع يقول هسه لو مثلا بس اسم، نقول بس علاء عبد الزهره، اسم علاء عبد الزهره هو ما عنده 5 جوال. زين انا مسابقا مريت هم 3 مرات انا ماخذ افضل لاعب وسط وعادي ماكو، بس ما كان اكو هيك اعلام وهاي عادي كلش عادي، يدعوك ما يدعوك عادي. يعني اليوم الاعلام يلعب دور مهم في دعوات اللاعبين للمنتخب الوطني العراقي؟ لا قلت لك ذيك الفتره ماكو اعلام، يعني مثلا بس الاسماء الموجوده بالمنتخب يعني مو هيك مثلا على كل شغله على كل مباراه منقوله، قصدي هيك ما كان كل شيء واضح مثل هسه. يعني هسه هم واضح وهم اكو ناس مظلومين وغير دليل، يعني شو تريد تسوي اكثر من هذا؟ هسه هو مثل علاء يعني شو يريد يسوي؟ زين هسه هو هسه هو المنتخب محتاجه، هسه هو المنتخب محتاجه، هسه هو ما محتاج يعني صح نقول اسم علاء، بس هو المنتخب محتاج هيك لاعب.